أهلا بكم. احسن الظن بالناس كأنهم كلهم خير، واعتمد على نفسك كأنه لا خير في الناس. ليس السخاء بأن تعطي ما أنا بحاجة إليه أكثر منك، بل السخاء أن تعطيني ما تحتاج إليه أكثر مني. مشاهدين الكرام، خلونا نتعرف تفاصيل أكثر عن حالتنا الثانية لحلقة اليوم. قصتنا الثانية في سنابل الخير للطفلة الجميلة فرح، والتي ليس لها من اسمها الكثير من النصيب، حيث هاجمها المرض في سن 9 من عمرها وثلاثة أعوام مستمرة وهي تعاني منه. البداية اكتشفنا أن عندها سرطان. أول رحنا عند دكاترة، مكنونا الحوض لمدة سنة، نحن نعالج الحوض تهدأ شهر وترجع تهدأ. بعدين اكتشفنا ان عندها سرطان طلعت بها غده، قطعناها لها ابن خلدون. الغده هذه قطعناها ابن خلدون، ورحت فحصها عدن في نفس الوقت، قالوا لي سرطان. مش قلت انا قلت مش سرطان، برجع باكد الفحص. ورجعنا اكدنا الفحص ب $100 وطلع سرطان. وطلعنا لصنعاء واستمرينا بالعلاج الحمد لله. جلسنا شهر ونص على الاقل، جلسنا شهر ونص والحمد لله. المرحلة الأولى هذه. إيش المرحلة الأولى هذه؟ المرحلة الأولى في بداية علاجها. القرعات. أيوة، كيماوي ودقينا أول كيماوي في الصداقة، ورجعنا طلعناها صنعاء ودقينا لها كيماوي، وطبعاً أكلنا وشربنا فندق وسكننا وكل شيء. الطفلة فرح فيها المرح فيها السعادة، وهي في بداية عمرها. تحتاج إلى المساعدة وإلى العلاج مرض السرطان هذا، ونتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله. في السابق كانت فرح تعاني من حصوات في الكلى وأوجاع في الحوض، وعندما بلغت 11 من عمرها لتظهر في رقبتها كتلة متورمة، وهناك تم تشخيصها بسرطان الغدد الليمفاوية، وتبدأ معاناتها مع المرض. السلام عليكم، أنا أم فرح المريضة. يعني أشكي من حالتها الذي كانت مريضة في الحوض، ألم فيها، ورحنا عند دكاترة وقالوا إن حصوات يعني بداية المرض إيش اللي كان أيوة حصوات، يقولوا حصوات. وبعدين رحنا، وعاد عمرها 9 سنين، لما عمرها 11 سنة طلعت في بها غدة في الرقبة، عملنا لها عملية وفحص، طلع لها بها سرطان في الغدد الليمفاوية في الحوض والرقبة والصدر. أعطونا لها يعني كيماوي وفحوصات، فحص الأنسجة $100 ومقطعية 110، ويعني روحنا الصداقة عملنا لها قرع، ورحنا لها صنعاء. يعني الحمد لله على كل حال، والآن مكاننا نستمر في حالتها، والله يعني لو في حد يتكمل في علاجها يكون إن شاء الله بميزان حسناتهم إن شاء الله. تنقلت فرح مع والديها بين صنعاء وعدن، حيث استلف والدها الأموال من أجل علاجها، وهو العامل على دراجة نارية. عملنا لها العملية بعد عيش صغير، بعدين اكتشفنا مرضها بعد شهر، إن في بها سرطان في الغدد الليمفاوية. رحنا عند الدكاترة في عدن عالونا، بعدين صاحبة أني يعني زوج أبوها قال سفروا بها لمصر، ويعني ما حد بيدعمها لمصر. ورجعنا وديناها بعدين صنعاء. طيب حياتها طبيعية الآن؟ الحمد لله، يعني تدرس الحمد لله تدرس وده. بس الآن شدي نتابع حالتها، يعني مدة 6 شهور لها. كيف وضعكم المعيشة؟ وضعنا معيشة خلاص، راتب أبوها يعني نسوي خلاص، هذا حق الله من الله، هذا الله كريم. يعني أبوها فيه بسكري صرا، يعني يشتغل بالسيكل واختلب بالسيكل، ورجل الآن ورمه خلاص جالس، والراتب حقه 90,000، يعني راتب عسكري. يعني بالفعل يوفر لكم لقمة العيش. أيوة يلا. والعلاج يعني واحدة يعني جت هكذا فاعلة خير دعمتها، والآن عندنا 3,000 سعودي حق ناس يعني سلفناها، وعندنا الناس ثانياً 200,000، وعندنا يعني بتجي حوالي 1,000,000 حق الناس، هذا حق صنعاء.
وفي صنعاء قررت لها 12 جرعة كيماوية لم يحتملها جسدها الصغير. تم إيقاف الجرعات بعد استخدام عدد منها لتكون تحت المعاينة والمراجعة الطبية وانتظار الأطباء مفعولها، خصوصاً وأنه قد تم مسبقاً إجراء عملية جراحية لها لاستئصال الورم. المبالغ كنا نتسلف مبالغ ورجعنا وعندنا ديون ومعانا عودة، في نفس الوقت معانا عودة العودة إلى صنعاء، وسلفنا مبالغ ورحنا وعالجناها ثاني مرة وقالوا لنا الحمد لله بس عاد باقي شوية في الآباط في الأبط في الصدر، باقي شوية بيروح فترة الست شهور هذه المتبقية. 12 جرعة قالوا وقفي لما بنشوف الفحوصات، 7 فحوصات معاها ويعني جهاز بطن وصدر ورغابة ومعاها كشاف يعني مقطعي، يعني هذا الكشاف يكلف علاقة، ويعني صعب نروح لصنعاء، يعني الراتب هو لا يعني بسيط، راتب عسكري وأبوها سكر فيبه ماشي. أيوة ماشي عندنا إمكانية يعني نوديها. وإذا تأخرتوا يعني؟ تأخرنا من شان الفلوس، من وين يعني نجيب؟ إن الله كريم لما يكون حد يعني يبعث لها وكيل وديها لصنعاء، وده إن شاء الله ونوديها نعمل لها الكشاف والجهاز وكله. من ضمن إجراءات المراجعة الطبية إجراء كشافات مقطعية وفحوصات إشعاعية من فترة لأخرى، وهذا ما يستصعب على أسرتها المتنقلة من محافظة لأخرى، خصوصا وأن الديون قد تراكمت عليهم ولم يستطيعوا إقراض المزيد من المال لإنهاء علاج طفلتهم وإنهاء معاناتها كذلك. والله رحنا بأول مرة 4000 سعودي، أول مرة 4000 سعودي، والمرة الثانية 4000 سعودي، عادة عندنا عادة والله عندنا دين للآن. والآن يعني كم محتاج؟ والآن محتاج 4000 سعودي هكذا يعني. بالفحوصات يعني السكن في فندق وكله في الأكل مبرع مش معانا يعني مكان نجلس فيه به. إشعاع عاد الآن نشري يعملوا الإشعاع كانوا. والجرعات ها أثرت عليها، أول ما نعمل لها جرعات ترش وسهال في بها. قست 3 أيام المناعة حقتا تنخفض للنهاية، ونودي عودات عملوا لها فحوصات وقرب وحق التغذية. قسينا 15 يوم عملنا لها قرعة هكذا ثاني مرة تتعب علينا، يعني 12 قرعة عملنا لها. والآن بنشوف قالوا وقفي مدة 6 شهور، الآن تابع حالتها ل6 شهور، ضروري إنه يكون جهاز لها وكشاف مقطعي للرغبة والصدر والبطن، يعني ضروري نتابع حالتها. جميل هو الأمل الذي يأتي بالشفاء من مرض خطف حياة الكثير من الأطفال والكبار، لكن المؤلم أن يتوقف كل ذلك بسبب سوء الحال والديون المتراكمة. فهل سيعود الفرح للطفلة فرح وأسرتها بالخلاص من هذا؟ نأمل ذلك. يعني أقول لهم إن شاء الله ليعمل يعني خير، يكون هذا إن شاء الله بميزان حسناتهم إن شاء الله، وجزاهم ألف خير، وهذا يكون لهم إن شاء الله في الجنة يحصلوها، اللي يعمل خير يلاقي خير إن شاء الله. أنا راتبي 90,000، ورغم إني أشتغل فوق السيكل أوفر العيشة اليومية، وعلاج بتي طبعاً علاج بتي كنت أروح للصداقة كل 10 أيام فحوصات، يعني تكلفك مبالغ، وما معي أي مصدر ثاني غير السيكل هذا. وإذا يعني وأنت مصاب مريض يعني؟ وأنا مصاب بالسكر، فيني سكر، ويعني وكافح الحياة مكافحة. ناس اللي يعني اللي بيعمل خير لفرح بعلاجها يتكفل بعلاجها، يتصل على هذا الرقم 3785173، 3785173. الأشياء التي نعطيها تعود لنا مع ابتسامة، نحن أغنياء فقط بما نقدمه، فعلينا أن نقدم للآخرين، فالغنى يكون بالعطاء. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم سنابل الخير، ونشكر كل من قام بالتفاعل مع الحالات السابقة. انتظرونا في حلقات قادمة، إلى اللقاء.